كأنك تذهب مع الرأي أستاذ نزار، الرأي الذي يقول أن الشيخ علي حاتم السليمان عاد من بوابة الإطار التنسيقي كما يروج له. يعني حقيقة أنا شخصيا لحد الآن لم يثبت لي كيف، يعني من أي بوابة عاد إلى العراق إلى بغداد، لكن بالتأكيد هي صفقات سياسية. المشكلة أنه كل طرف، يعني الطرفين المتصارعين خلينا نسميهم، كل يتهم الطرف الآخر، وللأسف الشديد لأننا لا نمتلك دولة حقيقية في العراق، لا نمتلك مؤسسات دولة حقيقية في العراق، لذلك تلاحظ الدولة غايبة. يعني الآن لا القضاء عنده رأي، لا الحكومة عندها رأي، لا الداخلية عندها رأي، لا يعني ما حد عنده رأي. وهذا دليل على أن الصفقة صفقة مشبوهة. وأنا حقيقة الشيخ سليمان أنا متابعه منذ تظاهرات الأنبار وما أشبه، وكلامه كان قاسي جدا، وكلام كان يعني قذر، وكلام كان يتهم العملية السياسية كلها، يتهمهم بالإرهاب ويتهمهم بكذا. يعني أمس كنت أسمع مثلا واحدة من تصريحاته على قناة سامراء، على قناتكم الموقرة، كان يتهم مثلا ثلاثة من الشخصيات المهمة في الإطار بأقذع الصفات، وهذا مو يعني هذا ليس تجني عليه، هذا موجود. والدليل على ذلك، الدليل على موقفه السيء من كل العملية السياسية، أنه هرب من الأنبار وهرب من بغداد ولجأ إلى أربيل. طيب إذا هو كان يمارس حرية التعبير في إطار القانون والدستور والمعارضة، ليش يشرد يعني من العراق؟ ليش يشرد من بغداد؟ ليش طيب يشرد من عشائر؟ طيب 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 استاذ نزار، زعيم. نعم استاذ نزار، هو زعيم عشائر، طيب ليش يشرد؟ انا ما شايف شيخ عشيره يشرد من عشائره يعني. طيب استاذ نزار، اترك الرد هنا لشيخ مصطفى الدليمي. الشيخ مصطفى، شفتك تسجل ملاحظات على كلام استاذ نزار. نعم. اولا احنا طالعين مفروض باعلام، فعلى اي شخص ان ينتقي الفاظه. الاخ قال كلام قذر وكلام، يعني بعض الكلام هذا معيب اصلا الواحد يقوله بمكان اعلام وطالع على الفضاء، يعني بما انه هو رجل مفروض احنا عنده اكسبيرينس بالاعلام، فمفروض شويه ينتقي الفاظه. ثاني شيء، لو باقي شيخ علي بالانبار كان حسب على داعش، لان داعش احتل الانبار. تدو يعني بايع داعش، طلع قول انهزم، يبقى يقولون بايع داعش، شلون الحال؟ ليش ما تحاسبون الناس اللي أدخلت داعش؟ الناس في ذلك الوقت طلعت مطالب شرعية وباعتراف الحكومة، أما دخلوا داعش ما داعش، فهي مو شغل المدنيين. من اللي أدخل داعش من وجهة نظرك؟ هذا شغل الحكومة. لا لا لا، ارجع خطوة إلى الوراء، من اللي أدخل داعش إلى هذه المحافظة؟ هذا إدخال داعش عزيزي أستاذ أنس، إدخال داعش هاي مو مسؤولية المدنيين. يوم أنت قاعد ببيتك مو مسؤوليتك، إذا صار خلق أمني الجهات الأمنية تتحمله، اكو جيش، اكو استخبارات، امن، قيادة قوات الحدود، غيره هاي تتحملها. هم تجذب اللوم على المواطن اللي واقف سنه كامله واقف، لازم التبليط، وباعتراف الحكومه تقول مطالب شرعيه. ما اعتقد اكو انسان عاقل يقول هاي مطالب مو شرعيه، باعتراف هي الحكومه. والاخ من يقول نعت الحكومه، ولحد الان احنا طلعنا صح بال 2013، ولكن حضرته ممكن فاق من الغيبوبة 2019، يلا عرف هاي الحكومة إيش وضعها، بين أكو فساد وأكو فصائل وأكو ميليشيات وأكو ناس تبعية وأكو غيرها وغيرها وغيرها. فأنا مو مشكلتي اللي هو وعى بتالي وقت واليوم يجي ينظر هو وغيره ينظر عليه بالوطنية، فهذا معيب. أنا أبدأ أقول له وين شنت أنت من آيب ذاك الوقت طلعت، وين موقفك؟ طلع لي موقفك ب 2013 لون كان. هذا اللي يسولف لي يعني، يتكلم وياي الآن بالوطنية ويتهمنا بالعمالة، علي أن يظهر لي موقفه بال 2013 وين كان؟ اللي أغلب حتى عشائر الجنوب اجوا وقفوا ويانا بالساحة. تذكر يمكن هذا؟ تذكرها؟ أغلب عشائر الجنوب شيوخة والعموم جوا وقفوا ويانا، قالوا مطالبكم شرعية. نعم. وباعتراف الحكومة طالب شرعية، فعلى أساس الإخوان يطعنون بهاي المناطق ويطعنون بشيخ علي؟ طيب هاي وحدة. شيء ثاني، حكومة إقليم كردستان معروفة مال تقوي ناس إرهابيين، هذه عيب. ومعروفة أيضا بالحكومة التهم الكيدية اللي صارت في ذاك الوقت، طالت الكثير من الشخصيات
وكثير الآن موجودين بالسجون العراقية اللي هي من أحد أهدافنا بالمرحلة القادمة إخراج الناس المظلومين داخل السجون. زين، فحكومة إقليم كردستان يعني معروفة هي إذا أكو أي واحد مطلوب وعليه ملفات حقيقية وإثباتات حقيقية إنه هو ويا داعش أو ويا داعش أو ميولة مع داعش تسلم بدون تردد. أما الدعاوي الكيدية والأمور هذه فهذه من معيب أصلاً واحد زين يتكلم زين بها. زين، شنو الفرق بين عودة رافع العيساوي وعودة علي حاتم سليماني؟ أستاذ أنا أعلق. نعم أستاذ نزار، أستاذ نزار ربما لديه تعليق. عفواً، نعم أستاذ نزار اسمح لي أنا أعلق. أولاً المصطلحات التي أنا أستخدمها هذه بضاعته ردت إليه. خلي الآخر ربما هو كان في غيبوبة ما أدري، خلي يراجع فيديوهات خطابات حتى يشوف ما هي العبارات القذرة والعبارات الساقطة التي كان يستخدمها. تقي الفاظك اسمك اي تقي الفاظك عفوا استاذ نزار تقي الفاظك لا تصير عربنتي لا عفوا قاعد في فضانتك عفوا 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 لا تدب شويه شيخ مصطفى لا شيخ مصطفى شنو الفاظ هذه وين قاعد من جايبه استاذ نزار استاذ نزار نعم اعتدناك نعم اعتدنا على رشاقه اهدى شويه اهدى فالكلام اخذ وعطى يعني اهدى اخذ وعطى نعم اهدى وهذه بضاعته ردت اليه اذا كانت بضاعته قد ردت اليه فقد رد الى بغداد عاد الى بغداد الى العاصمه خل أكمل عزيزي استاذ انا خل اكمل عفوا فاولا هذه بضاعته ردت اليه حتى في القران الكريم عندما يتحدث القرآن الكريم عن واحد ساقط أو سقط بعد أن كان يعني بشكل آخر لاحظ يصفه بالكلب أجلكم الله يصفه بالحمار لماذا؟ لأن الصفة عادة تتبع الموصوف كما نعم لكن ولله ورسوله لكن لله ورسوله المثل الأعلى هذا أمر آخر نحن بشر على الأرض اليوم فالكلمة مؤذية في ربما في غير محلها استاذ نزار وأعذرك بهذا لكن نرقق مستوى الحديث لأن جدل العراقي هذا البرنامج ليس معتادا على 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 الصراعات وعلى احتدام الكلام بألفاظ لا كما قلت هي بضاعته ردت إلي أي أولا الشيء الثاني أنا ما اتهمت الشيخ انه مع داعش انا وين جبت اسم داعش انا قلت انه هو كان يتهجم باقذع الالفاظ وبكل الطرق والوسائل ضد الدوله العراقيه ومؤسساتها والعمليه السياسيه انا جبت اسم داعش يعني هو هذا الاخ يبدو ما ادري مطفي ما ادري نعسان مأثر علي الصوم انا والله ما اعرف الله عليك استاذ انس انا جبت اسم داعش انا قلت ان الشيخ متهم بداعش انا وين قلت هذا لا انا دا اوصف ما تابعته خلال السنوات الطويله من تصريحات وظهور اعلامي للسليمان ايام اللي كان في اربيل هسه صح غلط ذاك الشيء طيب 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 كان يتحدث بهذه الطريقه نعم لكن هذا